السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكيكة بتاع ماما دودو الهشة الفظيعة دي ان شاء الله بإذن الله بمقادير مظبوطة. شايفين ما شاء الله، والله انها شكلها زي التورتة، مش كيكة ولا حاجة. ان شاء الله نروح بينا على المقادير، بينا يلا ونشوف احلى كيكة بالبرتقال مع بعض. مقادير سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ والله نفسي اعمل معاكم كده بس كده واقعد اتكلم معاكم كتير، بس مش عارفه اصلا يعني الناس هتيجي ولا لا، زمانهم نسيوا ماما دودو. المهم ما علينا، النهارده ان شاء الله هعمل كيكه البرتقال العاديه جدا الهشه الطريه التحفه ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. معايا ايه هنا؟ انا معايا الطبق هنا بشرت فيه البرتقال اهو. طبعا كيك البرتقال يعني بشره برتقال، يعني عصير برتقال طبيعي، تمام كده. معايا ايه تاني؟ معايا 3 بيضات اهوت على قد صينيه مقياس 28، 3 بيضات كده بالشكل دوت. معايا ايه تاني؟ معايا 3 ارباع كوبايه زيت بالكوبايه اللي عند الناس كلها، مج الشاي 3 ارباع كوبايه زيت بالشكل ده كده. معايا ايه تاني؟ معايا طبعا الفانيليا بتاعتي، معايا الفانيليا اهي. طبعا البرتقال بيغلي بس طبعا دي حاجات حلوه لازم نحط الفانيليا، اعرفوا لازم، دي قواعد كده لازم تتعمل يعني. طبعا معايا البطل الرئيسي اللي هو عصير ايه؟ البرتقال. هعمل كوباية وربع كده عصير برتقال بالشكل ده كده، كله في الخلاط يا حبايب، محدش يحير نفسه خالص، كله في الخلاط تمام. معايا ايه؟ معايا كوباية وربع سكر، انا معايا كوباية وربع سكر بالمج اللي كان في ايدي في الكوباية دي، تمام. كوباية وربع سكر كده بالشكل ده. في ايه تاني معايا؟ معايا طبعا معلقه خل، ده اساسي في كل المعجنات والحلويات، الخل دوت يا جماعه بدل ايه؟ محسن الكيك ومحسن الخبز والحاجات دي كلها. طبعا معايا عايزه اقول لكم ذره ملح، لما نقول ذره ملح بتبقى ذره ملح فعلا كده، شايفين حاجه لا تذكر، بركه الله بس، تمام كده. هعمل ايه بقى؟ معايا الدقيق بتاعي، معايا البيكنج باودر، ومعايا نص معلقه كيك شيف. كيك شيف ده على فكره يا جماعه انا جربته وممتاز جدا جدا يعني، هو ده مش اعلان طبعا، ما بعملش اعلان ولا حاجه، بس دي حاجه انا جربتها وبقول لكم عليها. بس طبعا ايه، انا بحطه مع بيكنج باودر نص ونص، تمام، علشان بيخلي الكيكه هشه برده وممتازه جدا. ده مش اعلان، او تفتكروني بعمل اعلان ولا حاجه، تمام. انا هضرب كل دوت في الخلاط بتاعي وارجع لكم تاني عشان نكمل الكيكه بتاعتنا. طبعا عايزه اقول لك ان الفرن شغال على 180 درجه والصينيه بتاعتي مدهونه، ده اساسي قبل ما تبتدي في اي حاجه، الفرن ودهان الصينيه وتبدري الصينيه بالدقيق بتاعك، تمام كده. طبعا انا هروح دلوقتي اعمل زي ما قلت لكم وهضرب الكلام الحلو بتاعنا ده الجميل ده ونرجع مع بعض تاني عشان نكمل الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم، بكده اكون ضربت الماده السائله بتاعتي، هحطها على بشره البرتقال بتاعي. الكيكه دي يا جماعه كل الناس بتعشقها، الكيكه دي ملهاش حل بصراحه، كيك البرتقال ده حتى اللي مش عايز ياكل الكيك بيحس ان لما يشوف البرتقال وكيك البرتقال قدامه بياكله. طبعا ايه، انا بمصمص كده بشويه عصير برتقال بحط شويه عصير برتقال كده في الشفشه عشان عايزه اخد كل حاجه، محدش يسيب اي حاجه يا جماعه، كل حاجه غاليه، ربنا يعين الناس ويرفع الوباء والغلاء عن العباد يا رب، اللهم امين، قولوا امين، تمام كده. خدت كل اللي في الشفشه بتاعي زي ما انت شايفه كده، متسيبيش اي حاجه كده. بقى هجيب ايه؟ هجيب الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي عباره عن كوبايتين ونص، ممكن يقل ممكن يزيدوا حسب الدقيق بتاعك، حسب الماده السايله. ادي بحط اهو الدقيق بتاعي، بسم الله ما شاء الله. طبعا الشتا دوت ربنا يعيننا عليه، عشان الشتا دوت يخلينا ناكل كتير، خلي بالكم ونطلع تخنانين مش عايزين نتخن. بقول بقى طبعا لكل حبايبي هم عارفين نفسهم اللي دايما يقولوا هنتخن هنتخن، ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا يا رب ويبارك في الجميع. الكيك بتاعي ده عباره عن ايه؟ كوبايتين ونص، يزيدوا او يقلوا حسب الماده السايله. طبعا انا كده هكمل الدقيق بتاعي، طبعا دقيق منخول زي ما حضرتك عارفه، تمام كده، دقيق ايه؟ منخول. هحط كمان شويه دقيق كده ونشوف، حوالي ربع كوباية كده، انا مش هاخد الدقيق كله، تمام كده يا جماعة. والله انا بعمل الحاجات دي بالبركة، بس عشان حبايبي اللي بيتعلموا بحب ايه اقيس الكيك بتاعي علشان خاطر
الحاجه تطلع مظبوطه معاهم وهشه. شايفين؟ مش عاوز تاني خلاص. دقيق كده، كده خد كوبايتين وربع، كده اخد كوبايتين وربع دقيق. هاجي بقى اعمل ايه؟ هحط البيكنج باودر بتاعي، نص معلقه كيك شيف ونص معلقه بيكنج باودر من العادي خالص. تمام كده؟ يلا قولوا تمام بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ببركه الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلب الكيكه بتاعتي الجميله دي زي ما حضرتك شايفه كده. شايفين القوام؟ هو ده القوام المطلوب لاي كيكه اي واحده شاطره بتعملها. تمام كده اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ هعمل ايه بقى؟ مش هعمل حاجه تاني، هجيب الصينيه بتاعتي اللي هي مدهونه، بصفي. شوفوا، عايز اخد كل حاجه، بصفي برضو الخلاط تاني اهوت قبل ما اروح للصينيه بتاعتي اهو. اوعى حد يسيب اي حاجه، الحاجه غاليه جدا يا جماعه، كل حاجه في الطبق في الخلاط في كل حاجه كده تتاخد. هجيب الصينيه بتاعتي اللي انا مبدراها، انزل بالخليط بتاعي في الصينيه بتاعتي او القالب بتاعي، اي حاجه اللي عندك اعملي فيه. تمام كده، بسم الله ما شاء الله. وطبعا بالاسباتيول زي العاده بتاع ماما دودو هجيبه وتنزل بيه كل الخليط اللي في قلب الصحن اللي قدامكم دوت، عشان تاكلوا احلى كيكه من مطبخ ماما دودو بكل تركاتها وحركاتها. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله طبعا الفرن على 180 درجه. طبعا الكيكات بتقعد من 35 ل 45 دقيقه، خلاص على 180 درجه. والله احمرت وفرنك فيه مروحه، اهلا وسهلا، ما فيهوش زي حالتي كده مروحه. لو ما احمرتش اثناء ال 45 دقيقه او ال 35 دقيقه بتولعي الشوايه وتاخدي بالك منها. تمام كده، يلا قولوا ماما دودو تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده خلصنا البيكه بتاعتنا، ما خدتش اي حاجه. البنات الحلوين الطعمين اللي بيتعلموا، بس كام خبطه كده بصوت واروح احطها في الفرن بتاعي ان شاء الله باذن الله. ونتقابل بعد السوا باذن الله ان شاء الله تعالى. اشوفكم بالف خير واتمنى لكم السعاده، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله. من جديد الكيكه بتاعتي طلعت اهي طبعا، وهديت زي ما انت شايفه كده، لان طبعا انا سبتها تهدى شويه عشان ما اقطعهاش وهي سخنه. وبسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده حضرتك، الكيكه طالعه بتتكلم عن نفسها، هشه وعاليه وتحفه جدا. طبعا لازم تسيبيها تهدى قبل ما تقطعيها اهوت. هطلع حتتها قدامك عشان تشوفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله؟ طبعا هي ايه لسه برضو سخنه شويه. بسم الله ما شاء الله. شايفه الكيكه بتتكلم عن نفسها، هي سخنه جدا طبعا لسه. انا طبعا لازم اقلبها واقطعها علشان خاطر ما ينفعش كنت اقطعها كده بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله الكيكه هشه وتحفه بتتكلم عن نفسها. ان شاء الله تجربوا الكيكه، كيك البرتقال السريع في الخلاط، وتقولوا لي مندوق كده مع بعض اهوت. احلى كيكه من هنا والشفا، مظبوطه بكل المقاييس. ان شاء الله تجربوها وكلها مندوب بخير. طبعا الشتاء عايز حاجات سخنه كده مع شاي بحليب او كوبايه شاي. دمتم بخير ودمتم سعداء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع وصفه جديده من وصفات ماما دودو، مع الف سلامه. اشوفكم بالف خير وسعاده، مع السلامه.